استنى وقف زي ما حلو رهيب دكتور. جوك وين الموسم الجديد مع المنز؟ يعني احنا اطلع لك كثير العادي والله العادي هاي الحركه اللي انا متعود بها. طيب ليش اعطيتي الشنطه؟ طلع ادم هات الشنطه عندك حبيبي. بلاش تسوي المزحات اليوم. لا قاعده قدام بس تحط الحزام قاعده. حط الحزام. انا ليه حاط الحزام؟ لانه لازم كلنا نحط الحزام. مبادره عين لانه معانا مبادره عين. مش عشان هم معانا، لا انا بالعادي بحط الحزام يا اخوان، مش عشان هم مبادرتين معانا. نسان عامل مبادرتين. ماشي. جوك وين اليوم؟ اوف رود بارك. هذا مكان مناسب للعائلات، وهذا المنتزه ما في داعي تجيب فيه اغراض للشوي لانه مجهز وفيه نشاطات، ومن هاي النشاطات يا اخوان راح تستغربوا انه في شيء عندنا صيد سمك مش بالعقبه، يعني هو هذا المكان ببعد عن عمان 40 دقيقة، فيه تخييم، فيه قوارب لانه في بحيرات. مش ملاحظ شيء غريب؟ في شاشة كثير عليها أرقام فوق. شو الرادار اللي عليها؟ هاي أول سيارة للرصد الجوي في الشرق الأوسط. هاي السيارة لطقس العرب مع نيسان بسطامي وصاحب. هاي السيارة سبيشل، يعني مهيئة إنها تكون مناسبة للظروف الجوية، إنهم يطلعوا يرصدوا فيها الجو والطقس. عليها رادارات، عليها أجهزة كمبيوتر، يعني مش أي سيارة. وصلنا واخيرا. شكله قصه صراحه. ان شاء الله طعموهم اول بعدين نعمل مغامرات لانه كثير جوعانين الشباب. علق بس على صيد السمك. صيد السمك في 100 مغامره بدنا نعملها هسه بعدين. صيد السمك يلا يا زلمه. اسمه بس يا كبير. وين بس تحت اشرافي. بس يا كبير هاي اول مره بزيد تحت اشرافي. بس تحت اشرافي. وقفوا زي ما انتم. 1 2 يا بس سلام يا كبير عليك. بس يا كبير عشان تعرفوا هاي اول مهمه صيد السمك دان. اللي بعده بصير العب قارب معنا وقت بس انزل. استنى طب انا ليش نزلت قبلي؟ سبب مش هو ايش بس بعطيك شرف. يلا بعطيك والله. ها هاي مشيت هيك بتضلك تروح جنابي ما انت وكيك بتروح على الجنب وخلينا نروح لهناك. شباب انتم مش ملاحظين شغله بس قاعد بينفس. هاي جد تصوير ولا مزح؟ جد. فتعالوا لهون بسرعه. قديش العمقون؟ وكبتني يا زلمه. جد حدا يجي. اجذب فيها الموبايل بجيبتي. اسحب يا المغامره الجاي سفاري. حلوة رهيبة دكتور. تعبت انا. شو نلعب هسه؟ حجرة ورقة مقص واللي بفوز بقرر. حجرة ورقة مقص. يلا شباب نطلع زب. مش هيك اتفقنا؟ هيك وانا متفقين شو بدنا نعمل؟ فزت عليهم. حط ورق العدل. روح يلا العب زبلان. انا زبلان وحمزة لا. حمزة كيف هاي؟ مش على وجهك. على راسك. لا خلص. ايوه. باي. توكل على الله. بسم الله. عادي عادي عادي. فيزنا نصيد سمك هون؟
لا يا زلمه ننظف السمك هون. شوف هون، دخل السكينه هيك. حمد تعال جرب انت. لا الله يسعدك، انا باكلها دايما. ايه ولك اجي علي معاد، انت ما بعمل لك هسه لحال. انت ايش بدك حمزه؟ ادخل بالسمكه. هذا النط الازرق. هذا النط. شو هو هذا النط؟ انتوا لا مش اعلان. لا والله مش قصدي اعلان. لا مش قصدي بالمرح معاد. بيصوروا يا معاد. لا انا مش شايف انه بيصور، انا مش قصدي اعلان بالشكل. بيصور معاد. جد طلعش طلع. لا مش اعلان، لا مش اعلان. جهزة السمكه للشوي. شوف لي معلم الشوي هسه. بكره رح ناكل اذا كان معي الاكل. استنى في اكل بس عشان ما يتهاوشش. في قاعده برا وقاعده مكندشه وقاعده عند البط. هذا هو رقم خاص. تقول ليش هسه شو انت ماشي شو ترغب؟ على البط، عند البط. شو ترغب؟ يلا انا كندشه. يلا حجره ورقه مقص. يلا فزت. حجره ورقه مقص فزت على البط. خلص على الكندشن. في حد بده يطعمني؟ استنى هي انت طحه. اذا ما احنا عملنا هيك وهو عمل هيك بقول فزت. هيك ورقه بتفوز على الحجر. ماشي ايدك انت بتلف على ايدي. دقيقه في غدر الموضوع. اذا ما احنا اثنين خسرنا. انت بصحصح. احنا فزنا قصدي. انت بصح. انا بقول لك خسرنا فزنا. يلا على البط. يلا على البط. ماشي اذا على البط. يلا على الكندشن. يلا كم بطه في دكتور؟ في سمك كمان. طيب شفتوا البط شباب؟ يلا صحه وعافيه شباب. شفتوا البط؟ يلا نرجع لكم. يلا انا بطلت. يلا هاي الصاجيه. نزلت صاجيه. نزلت صاجيه. الله ثلاث صاجيه. هاي صاجيه سمك. حطها بالنص. تشكر لك. حطها بالنص صاجيه سمك. هاي السمك كلها. هاي الاكل مغامرات اللي طلعناها. صحيح. هذا كله اللي صار معنا، المي والاوفرود والزيب لاين وكل هاي القصص، هذا كلياته. انت لساتك بعمان. انا صراحه بطلع من الضاحيه لدوار الشعب بتاخذ معي ساعه، فما بالك من عمان لهون بس بتاخذ معك 40 دقيقه. بتوقع يعطيك يعني جوك وين حبايبي؟ جونا سلطة الجزيرة. سلام.